السيسي يؤكد أن وعي الشعب المصري وإدراكه حجم المخاطر التي تهدد الوطن أكبر من كل التحديات. الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن الرافض للاستيطان. قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يطالب بزيادة عدد الجنود لإنهاء الحرب مع طالبان. الواحدة صباحا من أونلايف، أهلا بكم. شهد رئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية 24 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان مجابهة الإرهاب إرادة أمة. وفي كلمة له خلال الندوة أكد السيسي أن مصر تحارب الإرهاب في الوقت الذي نسعى لبناء الوطن، مشددا على أن الإرهاب أخبث وسيلة لتدمير الدول. أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب. أول مرة كمان مهم قوي إن احنا كلنا كمصريين نفهم، واللي بيسمعنا في كل حتة في الدنيا، أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول مش تدمير أنظمة، ده بيدمر الدولة تماما. كما شدد الرئيس السيسي على أن قوات الجيش والشرطة ليست لديها ولاءات طائفية، وأن ولاء القوات المسلحة والشرطة للشعب فقط. احنا اتكلمنا كتير في الولاء قبل كده، وقلنا ان احنا ما عندناش لا ولاء لا مذهبي ولا طائفي ولا سياسي ولا حتى ولاء للرئيس، ولا حتى ولاء للرئيس، ولاء لمصر ولشعبها بس. وانا هفكر الجيش وفكر الشرطة تاني، من 4 سنين ونص كده الطلب مننا ان احنا نسمح بدخول فئات معينة، وطلب مني الطلب ده وقلت لهم مش هينفع حد يدخل الجيش غير المصري اللي ملوش توجهات دينية، يعني إنسان مسلم بس، إنسان مسيحي بس، لكن ما يبقاش له توجه ديني معين. فإزاي؟ قلت لهم هو كده، ومحدش هيدخل الجيش أبدا إلا المصري فقط. والكلام ده قلت لهم طول ما أنا موجود محدش هيخش فيه، وده اللي حمى مصر. لان ببساطه خالص تصوروا لو ناس ليها توجه كده ولا كده، هو هيقف مع توجهه. وانتوا لازم تعرفوا ده، الجيش والشرطه اللي ليه توجه يخليه بعيد عن الجيش والشرطه، يخليه بعيد عن الدوله حتى. ليه؟ لو في توجه داخل اي مؤسسه من مؤسسات الدوله بيبقى غصب عنه بيميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، مصلحة بلده أبدا، بيشوف مصلحة الفئة، التوجه اللي هو بيعتقد في سلامته. قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن العمل جاري للانتهاء من التعديل الوزاري على أن يتم عرضه على مجلس النواب في 12 من فبراير الجاري، مشيرا إلى إمكانية دمج بعض الوزارات. وفي سياق آخر قال إسماعيل خلال تصريحات صحفية إن نظام المزايدات المتعلقة بالبحث عن الذهب في مصر قائم على اقتصام الإنتاج، مؤكدا أن وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية طرحتا المزايدة الأخيرة للذهب عملا بهذا النظام. التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني محمد بن إبراهيم المطوع. اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
تستضيف مدينة زيورخ بسويسرا معرض أسرار مصر الغارقة، وذلك بعد انتهاء رحلتي بالمتحف البريطاني بلندن. كاميرا أون لايف شهدت افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة 5 أشهر ويضم 293 قطعة أثرية عثر عليها بمدينة هيراكليون وأبو قير وميناء الإسكندرية الشرقية. القطع الأثرية تم اختيارها من عدد من المتاحف المصرية، وهي متحف مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني والمتحف البحري والمتحف القومي بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير. قال وزير الآثار خالد العناني خلال تصريح لأون لايف إن معرض الآثار المصرية الغارقة في زيارق هو الأول من نوعه، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة لتشجيع السياحة. وأشار إلى أن المعرض يضم 293 قطعة أثرية بعضها لم يعرض من قبل، لأن معظم الآثار اللي طالعة هنا طالعة من أماكن أثرية غارقة في البحر المتوسط، في منطقة أبو قير وفي منطقتين مغمورتين بالمياه بتصل بعدهم إلى أكثر من 7 كيلو شمال أبو قير. ودي حفاير حصلت من سنة 1992 لغاية 1997 وبعدين كملوا تاني فطلعوا آثار رائعة. يمكن هنشوف تحت دلوقتي أفلام بتوري الآثار وهي لسه في المية، وده عالم لم ينتهي، لسه هنكتشف كتير جدا في آثار مصر الغارقة. أصيب 5 إسرائيليين في عمليتي طعن وإطلاق نار وسط مدينة بتحتكفة قرب تل أبيب. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا يشتبه بتنفيذه العملية المزدوجة. وقالت إن الشاب قدم خصيصا من الضفة الغربية لتنفيذ عملية إطلاق رصاص. جاءت عملية الطعن وإطلاق النار في أعقاب استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال غارات جوية نفذها طيران الاحتلال في قطاع غزة، لكنه عاد ونفى مسؤوليته عنها. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرافض الاستيطان. جاءت تصريحات أبو مازن خلال لقائه برئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشال أثناء زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد فلسطيني. ونؤكد على ما جاء في بيان المؤتمر إزاء أهمية الحفاظ على حل الدولتين ووقف الاستيطان وفق قرار مجلس الأمن 2334 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67 وإنشاء مجموعة متابعة دولية للمساعدة في صنع السلام. قتل 3 مدنيين وأصيب 2 آخران بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مأهولة بالسكان في مدينة حمص غربي سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية إن التفجير وقع في ساحة رئيسية بحي الزهراء الذي تسيطر عليه الحكومة بوسط المدينة. قتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي خلال غارة لمقاتلات التحالف الدولي بمدينة الموصل شمالي العراق. وقال بيان لمجلس أمن إقليمي كردستان إن طائرات التحالف استهدفت المسؤول الشرعي للتنظيم في منطقة الزنجيلي بالجانب الأيمن لمدينة الموصل. وفي غضون ذلك استهدف الطيران العراقي قيادات مهمة في التنظيم خلال اجتماع لهم وسط قضاء تل عفر بمدينة الموصل. قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تم قتل 3 من المطلوبين في قضايا إرهابية واعتقال 9 آخرين، وذلك خلال محاولة هربهم إلى إيران. كانت قوات الأمن البحرينية قد أحبطت محاولة تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية إلى إيران، في حين أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه جرى تنفيذ عدد من العمليات الأمنية اليوم وبعضها لا يزال مستمرا. احتفالات عارمة شهدها الصومال بعد فوز محمد عبد الله فرماجو بمنصب الرئاسة، حيث احتفل الصوماليون بإطلاق النار في سماء العاصمة مقديشيو. صفحة جديدة من الديمقراطية يسطرها الصومال في تاريخه بعد فوز رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو بمنصب الرئاسة في الانتخابات التي أجريت مؤخرا. وأدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية متعهدا بأن يكون فوزه بداية لحقبة جديدة تسودها الوحدة والديمقراطية ومحاربة الفساد. وفاز فرماجو بغالبية 184 صوتا من أصوات أعضاء مجلس النواب متخطيا نسبة النصف. لقد أنجزنا الانتخابات، وإنه يوم سعيد لانتخاب رئيس جديد ودولة جديدة وتاريخ جديد.
وأطالب الشعب الصومالي العمل مع الرئيس الجديد وحكومته. ولليوم الثاني يواصل آلاف الشعب الصومالي من جميع طبقاته مسيرته في العاصمة مقديشو للابتهاج بفوز الرئيس، حيث تجمع منهم المئات عند النصب التذكاري للجندي المجهول في مقديشو، كما دوت أصوات إطلاق النار في أنحاء العاصمة الصومالية. أرواحنا ومعنوياتنا مرتفعة للغاية، ونحن نحتفل بانتخاب الرئيس الجديد محمد فورماجو، نحن وراءه ونقدم الدعم الكامل له. نسأل رئيسنا الجديد البدء في إعادة بناء بلدنا، وكذلك نطلب منه إطلاق سراح جميع الأبرياء المعتقلين في السجن من قبل أفراد المخابرات. ورحب المانحون الغربيون بانتخاب محمد فورماجو وحثه الاتحاد الأوروبي على مواجهة الفساد، في حين وصفت الولايات المتحدة انتقال السلطة بأنه خطوة إلى الأمام رغم المخاوف من حدوث مخالفات. كما أكدت فرنسا أن انتخابات الرئاسة في الصومال مرحلة مهمة لإحلال الاستقرار. ويواجه فورماجو الذي شغل منصب رئيس وزراء الصومال لمدة 8 أشهر قبل أن يترك منصبه في عام 2011 مهمة في غاية الصعوبة، حيث تعتمد الدولة على المعونات، كما تواجه أزمة غذاء وشيكة وخزائنها تكاد تكون فارغة، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية. النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعلنت السلطات الألمانية اعتقال جزائري ونيجيري يشتبه بأنهما كانا يعدان لهجوم إرهابي في غاتنجن بوسط ألمانيا في إطار عملية واسعة للشرطة. وأوضح قائد شرطة غاتنجن أن العملية التي شارك فيها 450 عنصرا أمنيا للقيام ب 12 عملية دهم بدأت بعد توفر مؤشرات حول اعتداء إرهابي قيد الأعداد. وتواجه ألمانيا منذ سنوات تنامي الأوساط الإرهابية، وتعرضت العام الماضي لعدد من الاعتداءات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. تعتزم فرنسا إقامة حائط زجاجي حول قاعدة برج إيفال للوقاية من أي هجوم إرهابي. وقال المسؤول بمكتب رئيس بلدية باريس جان فرانسوا إن مشروع الحائط الزجاجي سيحال إلى لجنة خاصة ثم إلى وزارة البيئة. وأكد فرانسوا أن الحائط يهدف إلى تحسين المنظر وجعل الدخول أيسر وتعزيز حماية الزائرين والعاملين من الهجمات الإرهابية. قال قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون إنه في حاجة لزيادة جنود القوات الدولية هناك لإنهاء الحرب مع حركة طالبان. أشار نيكلسون أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى أن المسألة ربما تطرح قريبا على رئيس دونالد ترامب، مضيفا أنه لديه القدرة على مواجهة الإرهاب في أفغانستان، ولكنه يريد إضافة عدة آلاف من الجنود للقوات الدولية لتقديم الاستشارات للجيش الأفغاني وتدريب جنوده. اندلعت اشتباكات داخل برلمان جنوب إفريقيا أثناء إلقاء الرئيس جاكوب زوما كلمته. جاء ذلك بعد تهكم قائد حزب مقاتل والحرية الاقتصادية جاليس ماليما على إشراك قوات من الجيش بالفريق الأمني لحماية الرئيس. وازداد الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب معارضة تتهم الرئيس زوما بضعف الشخصية، ما أدى لتراجع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة في البلاد. وقعت وزارة الاتصالات ووزارة العدل والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وذلك للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة. شهد المهندس شريف إسماعيل مراسم توقيع البروتوكول. قالت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر، قالت إن الحكومة المصرية قامت في عام 2014 بعمل منهاج متكامل من خلال عمل مؤسسي لمكافحة ظاهرة الهجرة. وخلال مؤتمر صحفي مع سفير البريطاني بالقاهرة، دعت جبر لإيجاد بدائل لحل أزمة الهجرة غير الشرعية عبر برامج تنموية.
ومصر وضعت استراتيجية. عقدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الخارجية مع السفير جون كاسون السفير البريطاني في القاهرة وعمر طه مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة. بريطانيا تعلن استثمار مبلغ 33 جنيه مصري في مشروع مصري ولدعم الحكومة المصرية في مكافحة تحريب البشر والإتجار بالبشر، وكلنا شاهدنا ثمن المشكلة دي. يعني مثلا في السنة اللي فاتت تقريبا 5000 شخص فقدوا حياتهم في البحر الأبيض المتوسط، ولذلك من المهم جدا أن نتعاون مع بعض. رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، تعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم التنمية كأساس للمكافحة وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مصر ودعم مسارات الهجرة غير الشرعية. معنا هذا المؤتمر يأتي بمناسبة إطلاق برنامج بريطاني لتمويل بعض الأنشطة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك يستعرض الجهود المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة وما تم بها بعد الإعلان عن الاستراتيجية المصرية الجديدة، وكذلك قانون رقم 82 الذي يعتبر إنجازا لتجريم المهربين والجناة تصل للسجن المشدد والغرامة دون تفرقة بين مصري وجنسيات أخرى، وأيضا حماية الفئات الأكثر عرضة للهجرة. التوعية إنك مش تقول لهم ده خطر وهتموت وكل الكلام ده، أوكي، لكن تقول له إيه البدائل؟ في بدائل في مصر، أمال السوريين عايشين في مصر إزاي؟ الخمسة مليون أجنبي اللي عايشين في مصر إزاي؟ يقوموا المصريين يرموا نفسهم في التهلكة؟ ده شيء مؤلم. الحل الأمني لن يستطيع وحده التصدي لتلك الظاهرة، ولكن الحل يكمن في تعزيز التعاون الإقليمي والنشاط التنموي والتركيز على البدائل الممكنة والمتوفرة، فبناء الإنسان لن يمكن أن يخطئ هدفه. لميا حمدين، أون لايف. نظمت أكاديمية البحث العلمي أمس المنتدى الأول لتسويق مخرجات البحث العلمي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي أشرف الشيحي لمناقشة المخرجات التي تم تطبيقها خلال عام 2016. إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي في بناء المجتمعات المتقدمة والمتحضرة، قامت أكاديمية البحث العلمي بإطلاق المنتدى الأول لتسويق مخرجات البحث العلمي بوزارة التعليم العالي واستعراض بعض المشروعات التطبيقية والتكنولوجية التي قامت أكاديمية البحث العلمي بتمويلها والإشراف على تنفيذها لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها الصناعة. المنتدى مهم جدا لأنه للمرة الأولى بنتكلم على بحث علمي ينتج عنه مشروعات حقيقية، صناعات حقيقية، فرص عمل، اقتصاد. احنا بنروج لهذا التوجه منذ ان شكلت هذه الوزارة قبل 15 شهر. عمل كبير اتعمل في مجالات عديدة، وصلنا لمرحلة تصنيع حقيقي استفادة من مخرجات البحث العلمي بدل ما تبقى اوراق بحثية وتركن. عديد من الأفكار تم الدخول في شراكات لتصنيعها بالفعل مع جهات عديدة سواء قطاع حكومي أو وزارات. وتناول المنتدى عرض التكنولوجيات ومخرجات البحث العلمي التي تم تطبيقها خلال عام 2016، ومن ضمنها مشروع محطة تحلية مياه متنقلة وتخزين القمح في الصوامع البلاستيكية. عندنا عشرات الموضوعات، احنا ابتدينا خمس موضوعات متنوعة في مجال الطاقة وتحلية المياه، بنتكلم عن منتج تصنيع محلي، تصميم محلي، مكون محلي يقل عن 40% في تحلية المياه من مياه البحر، بيعمل بالفعل في منطقة شلاتين منذ 4 أشهر، مش بنتكلم على مشروعات حبيسة الأدراج، بنتكلم كمان في مجال تخزين القمح والصوامع، وعارفين كلنا مشكلة الصوامع والاستثمارات اللي تم ضخها في الصوامع، عندنا حل بديل. أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى، حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول لأكبر قدر ممكن من المعلومات والتي تؤدي إلى تقدم المجتمعات. دينا حويدق، أون لايف. نظمت جمعية الصداقات المصرية الهندية ندوة موسعة على هامش زيارة وفد تجاري هندي كبير لمصر يضم 17 عضوا من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات الهندية. ناقشت الندوة الفرص الواعدة في مصر وأهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية.
بهدف إلقاء الضوء على أهمية الدور الهام الذي تقوم به المشروعات المشتركة بين مصر والهند. نظمت جمعية الصداقة المصرية الهندية ندوة بعنوان الاستثمارات الهندية في مصر، نظرا لأنه في استثمارات هندية في مصر، ولتشجيع مزيد من الاستثمارات فإحنا عايزين نشجع المستثمرين اللي موجودين حاليا لجذب الآخرين أيضا. فإحنا عندنا في مصر استثمارات هندية في مجالات كتيرة جدا. خلال الندوة تحدث أكبر مستثمر هندي في مصر وألقى الضوء على واحدة من أكبر الاستثمارات التي يشارك بها على أرض مصر. النموذج اللي سمعناه نموذج جيد جدا لأسباب كثيرة. أولا هي كلمة استثمار، نمرة اثنين استثمار من غير ما يحمل قروض من الداخل، نمرة ثلاثة استثمار بإنتاج للتصدير ليس فقط للاستهلاك المحلي بل أيضا للتصدير، لأنه الكلمة الأساسية هي التصدير عشان تقدر تجيب عملة صعبة. الاستثمارات الهندية في مصر عنوان لتلك الندوة التي أقيمت داخل أروقة المركز الثقافي الهندي في القاهرة بهدف توطيد العلاقات التجارية بين البلدين ومساهمتها بإيجابية في منظومة الاقتصاد المصرية. وقع الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة أعلام المصريين ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن عقود رعاية والبث الفضائي والنقل التلفزيوني للبطولة العربية. حضر المؤتمر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد المحمود رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي للأعلام وركان الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة صلة رياضية. ومن المقرر أن تقام البطولة في الإسكندرية يونيو المقبل. قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة أعلام المصريين، قال إنه يعد الجماهير المصرية بمفاجآت سارة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الجمهور المصري والعربي يستحق المشاهدة الجيدة للأحداث الكبرى. احنا إن شاء الله بإذن الله بيننا وبين أبو ظبي يعني اتفاق استراتيجي في حاجات كتيرة جدا، شريك استراتيجي حقيقي، تاني حاجة تحصل معاهم، فما كانش ورق بس احنا بنمضيه. فان شاء الله في انا بوعد جماهير مصر كلها ان في حاجات ومفاجآت، عشان هو الجمهور المصري والعربي يستحق ان هو يحصل على خدمة جيدة ومشاهدة جيدة، وان شاء الله كل حاجة بوقتها هتتقال بإذن الله. أكد تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن الاتحاد دائما ما يسعى لتحقيق طموحات الشباب العربي والاتفاق على نقل البث الفضائي لمباريات البطولة العربية للأندية، مشددا على أهمية البطولة. دائما نحن في الاتحاد العربي بكافة منسوبيه نسعى لمثل هذه اللحظة لنجتمع فيها سويا لنقل الكرة العربية إلى آفاق جديدة تتماشى مع قدرات وطموح الشباب العربي. اليوم والحمد لله نجتمع لهذا لنوقع عقد تحالف البث الفضائي للبطولة العربية المقررة في صيف هذا العام جمهورية مصر العربية الشقيقة مع قنوات أون تي في رياضية وأبوظبي الرياضية. فنحن نبدو خطوة هامة نحو تحقيق أهم أهداف الاتحاد العربي المتمثلة في تقديم الشباب العربي للعالم بصورته البهية التي تظهر معدنه الأصيل وقيمته النبيلة القائمة على نشر المحبة والسلام وقدرة المؤسسات العربية على تنظيم بطولات رياضية على أعلى المستويات العالمية من حيث التقنية والتنظيم والتنافس الشريف. وختاما لهذه النشرة مشاهدينا إليكم تذكرة بعناوينها. السيسي يؤكد أن وعي الشعب المصري وإدراكه حجم المخاطر التي تهدد الوطن أكبر من كل التحديات. الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتطبيق قرار مجلس الأمن الرافض للاستيطان. قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يطالب بزيادة عدد الجنود لإنهاء الحرب مع طالبان. ختاما للنشرة مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.